الوحيدة التي سطرت من دمها أروع ملاحم البطولة، وكانت فداء ورمز للشهيدات لتختم مسيرة هذه المسيرة النضالية التي منذ انتسابتها كان هدف عظيم أن تنال به الشهادة، لتكون منذ أيام قد اغتالت على يد الغدر، يد العدو الذي يتربص بنا من كل جانب. ونحن اليوم في هذه الدورة التدريبية التي ستتلقاها الرفيقات من هذه الأكاديمية، وتأخذ بها الدروس السياسية والفكرية والعسكرية، وتتعرف فيها على مهارات وفنون القتال، وتأخذ من السلاح رمزا للمقاومة والفداء، لتثبت به أن المرأة هي التي ستقاوم وتدافع،